يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله هتتابعوا مع زميلي مهيب عبد الهادي في نجوم الملاعب رحلة كاملة لكابتن مصر وكابتن النادي الأهلي أحمد حسن خلال رحلة العلاج في ألمانيا. إنما احنا حاولنا يعني نعرض على حضراتكم إن احنا نبص كده نشوف هنشوف إيه يوم الجمعة مع بعض من خلال حال اليوم ومن خلال حوار مهيب عبد الهادي مع أحمد حسن اللي وصل بالفعل لمصر النهاردة. نجمنا الكبير النجم أحمد حسن نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي، ألف حمد لله على السلامة. من عملية الرباط الصليبي، والحمد لله الدكتور طمنا ولسه هنطمن تاني، لكن الحمد لله على السلامة. احنا كنا حابين نبقى متواصلين معاك من ألمانيا ونعرف كل أخبارك ونطمن كل الشعب المصري والجمهور المصري على النجم الكبير أحمد حسن. أحمد حسن قيمة كبيرة في مصر. الحمد لله رب العالمين، زي ما انت عارف اني الدكتور طمنا والامور ماشيه بشكل كويس وكده، وان شاء الله باذن الله يعني الامور هتبقى احسن وافضل، وهي مساله وقت، ولكن الحمد لله الواحد مطمئن والامور كلها ماشيه بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله هبدا ان انا اخد البرنامج اللي انا همشي عليه، ان انا هكون هرجع طبعا على مصر، وبعد كده ان شاء الله باذن الله لمده اسبوعين كده هشتغل حاجات كلها اللي هي الحاجات الخايفة في الاول، وبعد كده هيكون بإذن الله إن شاء الله البداية اللي هي للتأهيل وكده، هكون هنا إن شاء الله ما بين هنا وما بين مصر. يعني ده اللي احنا اتفقت عليه مع الدكتور وكده، والأمور كلها الحمد لله، يعني بطمن الناس كلها وكل الناس تبقى مطمئنة، الواحد راضي بقضاء الله. وبالعكس أنا مش يعني والله كل اللي يجيبه ربنا كويس والواحد متقبل و انت مخضوض، بس اول اصابه على يعني اول اصابه يعني ما جاتلكش على فتره كبيره من اللعب. بص سبحان الله، يعني والله حتى الخضه مش موجوده، يعني على الرغم ان انا يمكن بعد عن الكوره ده بيأثر فيها جدا جدا جدا، انما سبحان الله هو توقيت والتوقيت كان فيه روحانيات عاليه قوي. يعني انت عارف انك انت النهارده تتصاب في ليله قدر، فالواحد برضه ايه يعني يكون عنده سكينه وطمانينه، يمكن كانت جايه في وقت كمان الواحد كان هادي وفي رمضان وفي وقت يمكن عارف انت السكينه والهدوء بتبقى عامه على الواحد. من ساعه ما حصلت الاصابه دي كم الاتصالات وكم الناس اللي بتطمن عليا، ويمكن اي حد اتصل بيا وما عرفش يوصل لي انا بعتذر له طبعا، لان فعلا كان يعني دي نعمه من عند ربنا كبيره، نعمه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى. ودي من ضمن الحاجات اللي بتخليك فعلا قد ايه تتقبل الموضوع، ان حب الناس دي كله يعني فعلا الازمه دي بتبين لك قد ايه حب الناس. Das vordere Kreuzband gerissen und das innere. هو كان عنده الرباط الصليبي مقطوع وعنده الرباط الداخلي برضه فيه قطع، وكان عنده مشكله في الغضروف بسيطه واتحلت المشاكل كلها، ودلوقتي واحد عليه اعاده كشف ثاني يشوف وصل لغايه فين الجرح اللي هو موجود. هو بيتكلم بيقول هو دلوقتي مش محتاج يعمل حاجة، فهيرجع على مصر النهاردة وهيرجع بعد فترة. وهو شاف حسني النهاردة برضه ويقول في مصر برضه في ناس بتشتغل كويس، وحسني بالنسبة له النهاردة تطور عنده كبير جدا في التحسن في موضوع الإصابة وكده. تفاصيل رحلة أحمد حسن لألمانيا وعودته النهاردة حاولنا نعرف ملخص ليها سريع خاص بينا في الحياة اليوم، ولكن هنتابعه في نجوم الملاعب مع زميلنا مهيب عبد الهادي يوم الجمعة. هنفضل في ألمانيا لأنه بعد الفاصل نتحدث مع أحد